لقي مسؤول تنظيم داعش في عدن صالح ناصر فضل الباخشي مصرعه فجر اليوم في عملية دهم ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوة الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه مع أفراد آخرين من أعضاء التنظيم. وعثرت قوة الأمن في الوكر الذي كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقا لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.